مجد الساحلي، طالبة كنت في جامعة طرابلس كلية العلوم قسم الرياضيات، وصلت لعن سنة ثالثة وطردت، حرمت من جميع حقوق المدنية. كان عندي توأم بنتين عمرهم 6 سنين، سجنت في 1984. قالوا لي أهلي إن فيه ضبطات جو يسألوا عليك. طبعا قالوا لي شندير، قلت لما في الشيء. لما شفت التلفزيون يقول الجبهة، جماعة من الجبهة، جبهة الإنقاذ دخلوا ليبيا ومعهم مذكرات فيهن أسماء المنضمين معهم. فأنا قلت أكيد هو هذا السبب. يعني اليوم الآخر مشيت أنا وزوجي بدأوا التحقيق من الأول، شنو طبعا نكرت كل شيء. قالوا لي لا، فيه وحدة اسمها إيمان قالت إن جاتك في بيتك وأنت كمان ضميتوا للجبهة. قلت لهم لا، ما صارش الكلام هذا. قالوا لي نجيبوا لك إيمان، قلت لهم جيبوها لي. أنا كنت مغطية وجهي، جابوا إيمان وقعدت مهندسة هي تشتغل في الإسمنت، حكت القصة صحي البداية وانضمينا للجبهة. وبعدين جاني في الشغل واحد سمت اسم وعطاني باك وقال لي اعطيه الماجدة. قلت لهم ما نبيش نتكلم عن تحولوا لي الاقطاب من وجهي. حولوا لي الاقطاب من وجهي، لقيتها هي مسكينة قيلة هيك، يعني منهكة شكلها، معذبينها والله، مرمية على الطاولة وتحكي. قلت لهم البداية صح، انضمينا صح، لكن إن درنا حاجة ما فيش ولا حاجة درناها والباقي مش مصبوط. حققوا معايا هنا وزوجي قالهم ليش ماشيين جايين، يعني هذه في الآخر بالكلم امرأة عشان تبدير. قال لا، احنا هذا الوزري عثمان الوزري. قال لا تبين ان رجل عند روسنا يطيحوا في الشوارع يبوا يقتلونا، هذا ما اللي جايين زوجتك وجايين يبوا يقتلونا. فتسجر معهم زوجي مسكوه حتى وتوقف سنة، توقف سنة. بعدين من يومها ما شفت لا ولا حد من أهلي، قد 4 سنين ما شفتش حد. سألوني على حقوق الإنسان جاك من حد، ما فيش طبعا، ما فيش الكلام هذا، ولا مؤسسات مجتمع مدني، ما كانش فيه الكلام هذا، ولا حد من خارج السجن جانا، ولا حد، ما شفناش ولا حد. يوم اللي جانا خيري خالد الشرطة قالوا لنا بكرة هتطلعوا، قعدنا نستنوا، طلعونا من الديار وطلعونا للساحة. هذا أول مرة نطلعوا للساحة، أول مرة بعد 4 سنين نطلعوا للساحة. كنا في دار ما نطلعوش، ممنوع ما نطلع، ما فيش ساحة ولا نمشوا ولا 4 سنين ما نطلعوش. و3 شهور الأولى ما شفناش ضي، حتى ضي السماء ما شفناش. لكن قبل نطلعوا بيومين بس طلعنا للساحة، قعدنا يعني شبه تأكدنا أن خلاص مدام طلعونا معناها إن شاء الله حنطلعوا. بعدين جاء زوجي، أزواجنا جوا خذونا، طبعا كانت فرحة مش عادية يعني بعد 4 سنين. وبناتي أنا سيبتهم 6 سنين، فلقيتهم 10 سنين. شوف الفترة هذه حتى كنت نبيهم، ما عادش تعودوا علي، يعني هذا الثمن كان، ما عادش تعودوا علي. لكن بعدها جبت ولد وبنت والحمد لله. أول مرة نحكي بالتفصيل.